أقيم حفل فني غنائي لأوركسترا صبا بقيادة الموسيقي شادي نجار، قدمت خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني التراثية والطربية وسط حضور كبير يعكس حب الفن والحياة، وذلك بمشاركة الفنانة رنا معوض وفرقة كارني للرقص المسرحي في باحة كنيسة مار جورجوس بمدينة حلب. حفل اليوم هو حفل بيضم مجموعة من المقطوعات الموسيقية غربية شرقية، في شغلات جديدة أنا مألفها، في شغلات معروفة لكن أنا عملها إحياء توزيع جديد. ردنا نقول بهيدي الأمسية أنه نحن بحلب صح تعبنا، دائت علينا الأمور أكيد، بس نبقى دائما عايشين نوع من الرجاء المتجدد والفرح المستمر. نحن بحلب بين أهلنا وناسنا بيكون شعورنا بفخر أكثر لما نشوف هالحضور الكبير دائما بيدعم أي عمل تعمله أوركسترا صبا. هلأ أنا ماني دائما موجودة مع صبا، بس صار لي عدة مشاركات معهم، أكيد بفتخر كتير وكتير كون سعيدة بنوع العمل بيقدموه، شيء مميز. هذه الأمسية أقيمت بالتعاون بين وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى بهدف تنشيط الحراك الفني في مدينة حلب، والذي يعبر عن ثقافتنا وتاريخنا المميز. تقيم الحفل مديرية المسارح والموسيقى في دمشق، هذه المديرية التي تدعم بالإضافة للأعمال المسرحية كافة الاحتفاليات والأعمال الفنية والموسيقية. أهمية هذا الاجتماع أو هذا الحفل ينبع من هذا الفسيفساء الجميل الذي يحضر هنا من كل أطياف المجتمع الحلبي، وسنستمع إلى الفن الراقي حقيقة. حلب مدينة الثقافة والتراث، تقدم دائما أنواعا عديدة من الفنون، الأمر الذي يؤكد أنها ما زالت تنبض بالحياة بمحتوى هادف ينشر السلام ويعبر عن أصالة وحضارة أهلها. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب.